تحية نضالية للإخوان. لا يشكو الله. أولا تحية للمبادرة، لأنه اعتدنا أن كل مؤسسة بمجرد أنها تزاد المخاض ديالها تتنطفئ بحال دوك لي بيو ديال الدار. ولكن على الأقل المؤسسة في ظل واحد الوقت معين خرجت بواحد النشاط مستفز، لكن هذا لا يمنعنا من كي تنقولوا من نقد بجريح. إذا سواء على مستوى الشكل وممكن تجاوز واحد المسألة واحد المجموعة ديال الملاحظات، أنا ملاحظة تلقى إكراهات، لكن غادي ندخل أنا مباشرة للموضوع. الموضوع كاين نقطة وتنركز على الإخوان فيها، هي أنه التيمة اللي قبضنا في سميتو هو أنه انطلاقا من العنوان. العنوان هو أنه قبضنا مراكش نموذجا وهضرنا على ما يسمى بواحد جوج الجوانب، كاين الجانب النقدي وكاين أزمة الصحافة. هادو جوج تيمات، كل تيمة خصها بعدا يوم دراسي، وبالتالي هذا هو اللي جعل من الحشو ديال المناظرة. النقطة الثانية هو خصنا نحددوا القاموس، ماذا نريد من هذا اليوم الدراسي؟ هذا اليوم الدراسي إما أننا بغينا نخرجوا بواحد المجموعة ديال التفاعلات من القاعة، وبالتالي غادي نتجنبوا أننا نبداو تنكثروا من المداخلات نتاع الإخوان اللي تتولي تتنفر حتى القاعة الناس بها، تضر هذا سميتو. النقطة الثانية هو أنه المداخلة ديالي أنا ماشي الهدف ديالها هو استعراض العضلات أو ما يسمى بخلق إحراج للمؤسسة، وإنما هي غيرة على هذا الحقل. إذا هذاك الشيء باش بغيت نشد على جوج النقاط اللي مداخلات، ما بغيتش نبخس المداخلة ديال الأستاذ لأنه المداخلة قانونية، ولكن تنعتبرها خارج ديال سميتو، لأنه نظرية قانونية يعني بعيدة عن المشاكل اللي تنعيشوها حنا كصحاب. ما كاينش شي حد فينا اللي ما تيعرفش باش هي أزمة نتاع الأزمة القانونية أو ما يسمى بالترسانة القانونية أو التسلسل ديال هاد الجانب. إذا هنا طيب تنوليو مفروض علينا أننا نوجهو جوج المداخلات اللي تنحيوهم، هي التقرير اللي قرأ الأخ نور الدين، كان يكفي هذاك التقرير باش يتناقش فقط، ومن خلاله غادي نستشفوا واحد المجموعة ديال النقاط اللي ممكن يكون فيها التفاعل. النقطة الثانية اللي تنحييها كثير هي المداخلة نتاع الأخ زكريا. الأخ زكريا كعنصر شاب كاين عنده واحد الطموح، كاين عنده واحد الأسئلة مستفزة اللي حاط الورش على واحد المجموعة ديال النقاط، وبالتالي عطتنا واحد المقاربة في حد الوجه على الأسئلة الرأيية، ولكن خلقت واحد الأزمة فيما يسمى بصانع القرار، يعني والتي يقول يجب علينا وراء المجتمع المدني ولا شريك، لا بقيش نقول ديك يجب علينا، ندخلوا حنا في مجال ديال ما يسمى التماسة والجانب القانوني، ندخلوا في التفعيل ديالو. أنا غادي نحاول ما أمكن نختصر باش اسمتوا لكن واحد مجموعة النقاط، ولكن تنحيي على المراهنة ديال التشبيك، على التحديد ديال التخصص في العمل الصحفي، في واحد الخطاب يكون جري إلى غير ذلك، كاين واحد النقاش اللي سميتو، وهذا ما تيمنعش أننا نخلقوا نقاش اللي فاعل في القاعة. والسلام عليكم ورحمة الله.